على مدى 20 سنة أكيد هناك توجد مكاسب كثيرة. من أكثر المكاسب الذي يعني يشار لها البنان هو الجانب الاقتصادي. دعني أتحدث عن أرقام وكذلك أن أستشهد بعض الجوانب في الواقع. طباق الفورمولا واحد كما تعلم أنه يعني شاهد في ما يقارب 500 مليون مشاهد حول العالم. يعني كل واحد من 12 شخص في البشرية يشاهد هذا السباق. وهذا يعطيك انطباع ممادة ثقلة. ليس فقط على الجانب الاقتصادي وعلى الجوانب حتى الدبلوماسي وكذلك على السمعة. نرجع إلى الجانب الاقتصادي. على مدى 20 سنة في الواقع يعني شهد هذا السباق في الواقع ندخ على الاقتصاد الوطني وهذا الاستثمار في مملكة البحرين حوالي تقريبا 500 مليون سنويا على حسب التقديرات الرسمية في الواقع. يحرك باقي القطاعات صحيح. يعني. وهذه 500 دعني في الواقع أصنفها على أساس أن الشخص يتعرف شو 500 مليون. هي عادة يعني تظهر في العوائد المباشرة مثل عملية بيع التذاكر، المأكولات، المشروبات في الحلفة، كذلك استئجار المنشأة حق الفرق المشاركة. والإضافة الكبيرة هي عبارة عن البث التلفزيوني الذي يعطي في الواقع زهم كبير حق المردود أو العائد المباشر. طيب العائد الغير مباشر هو الأهم بالنسبة لنا الذي يعطي في الواقع إيجابية كبيرة على الاستثمار والاقتصاد والتجارة في مملكة البحرين. هي من حيث في الواقع يعني نسبة انشغال الفنادق، حجوزات الطيران، نعم. المواصلات وكذلك حتى كانت 100% الاشغال الفندقي. نعم. وبعطي بعض الأرقام ولا أشار تصريح رسمي من التقرير السياحة. نعم. حتى يعني السياحة الداخلية من زيادة يعني المرتادين للمطاعم للمجمعات وكذلك عملية البيع والشراء. في الواقع لأول مرة منصة البوكينج أشارت خلال الأيام السابقة أن مملكة البحرين خلال 3 أيام السباق صار انشغال في معظم الفنادق 4 و5 نجوم إلى 100%. طيب المؤشر الثاني اللي يعطيك انطباع إذا كان هو في زيادة في الاقتصاد والله قيمة غرفة الفندقية خلال الذروة. يعني قدرت الغرف الفندقية في 5 نجوم فيما يقارب أكثر من 1000 دينار. نعم. وهذه نسبة عالية، لذلك أنت عادة يعني تقيم نسبة انشغال بهذه. هذا استضافة الفورمولا فقط هو عبارة عن مشروع رياضي، وإنما عبارة عن استثمار وصناعة رياضية متكاملة أسهمت في المكاسب الاقتصادية. نعم. والإعلامية والسياحية. إضافة بس أنا أحب أن أشير أن حتى المكاسب السياحية زادت. أشارت وزيرة السياحة أن حتى أعداد الأفواج ومؤشر آخر أن حتى أعداد الزائرين والحاضرين زاد من 35,000 إلى 100,000 في 2024. تتحدث عن 20 سنة تضاعف الأعداد إلى أكثر من ضعفين، وهذا مؤشر في الواقع. كلها مؤشرات إيجابية الأساسية اللي تساعد. نعم. أن هذا المشروع كان مشروع حضاري استثماري وينظر في الواقع المستقبل.